بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشوفوا مع بعض طريقة تثبيت برنامج انتل فورترو كومبيلر. البرنامج في السابق لم يكن مجاني، وصح بعد التحديثات الجديدة تاع انتل البرنامج أصبح مجاني الحصول عليه. فقط ندخل لموقع الشركة انتل انتل فورترو كومبيلر انتل فورترون كومبيلر. نحملوا الحزمة One API HPC. حط هنا هنا نختار نوع النظام. الحالة عندنا نظام لينكس. بعدها عندنا عدة خيارات، خيار الأوفلاين أو الأونلاين. أنا أنصح بالأوفلاين لأن الأونلاين إذا انقطعت الإنترنت راح تعود تثبيت من جديد، أوفلاين أحسن. ثبت تحمل الحزمة على الجهاز وبعدها ثبت. هنا أعطانا ملاحظة، قبل ما نثبت الحزمة الـ HPC طلب منا تثبيت حزمة البيز. نضغط هنا Get it now. نفس الشيء مع الحزمة الأولى، مثل الحزمة الأولى. نوع النظام لينكس أوفلين. نضغط على داونلود ثم كونتينيو. يبدأ بالتحميل. نفس الشيء الحزمة الأولى HPC. Download Continue. أنا راح نوقف التحميل لأني حملته من قبل. حزمة البيز حزمة HPC. نفتح تيرمينال هنا الملف، ملف تحميل. نصل على صلاحية السوبر يوزر sudo su password. هنا نحتاج اسم الملف كامل. نقطة slash واسم الملف entry. هنا في الحالة بدأ يفك في الضغط على الملف باش يجهز للتثبيت. انتظروا شوية، العملية هذه تأخذ وقت.
انتهينا، اضغط continue. وافق على الشروط، accept، continue، تالي، عفوا، هنا عندنا خيارين، إما تخلي البرنامج يثبت كل حزم، في الحالة هذه يأخذ سباس كبير، عندنا هنا 26 جيجا فاصل 6 راح ياخذها إذا ثبت كل هذه الحزم. هنا راح نثبتوا بعض الحزم اللي نحتاجهم اللي ما نحتاجهمش. ما ثبتهمش كوستمايز تركوا الحزمه، يعني انتم راح اللي نتركهم راح تتركوهم ثاني، حزمه اللي نحتاجوهاش ايضا، الحزمه دي ما نحتاجوهاش. ما ذكرنا اللايبراري نحتاجوها، بايثون نحتاجوهاش، ما يحتاجوهاش، نخلوها لا وان خلوها نفس الشيء، ما يحتاجوهاش. أيضا يعني نترك فقط حزم اللي تركتهم انا اتركهم، اهم حزمه هي حزمه الام كي ال مات كيرنل لايبراري، هذه الحزمه لازم نثبتوها لان نحتاجوها من بعد. سويفون وافق على الشروط، انستال عدة التثبيت،
تدعي الهاتف. بقيت الحزمة واحدة فقط وينتهي من التثبيت. بعدها ننتقل للحزمة الثانية، حزمة الـ HPC Toolkit. إذا هنا انتهى من التحميل، عفوا انتهى من التثبيت، فينيش. الآن نثبت الحزمة الثانية أو مباشرة نقطة سلاش ال اش تري. نفس الشيء بالنسبة للحزمة الأولى، راح يفك الضغط وبعدها يبدأ في التثبيت. انتظروا يفك الضغط.
continue. مثل الحزمة الأولى تماما. وافق على الشروط. هنا نخلو يثبت كامل الحزمة. continue. next next. نوافق ثم install. من المفروض انه يثبتها بأسرع من الحزمة الأولى إن شاء الله. الحزمة الثانية. الحزمة الثالثة. جيد. NPI library. انتل فورترون كومبيلر. إذن انتهى من التثبيت. finish.
إذا الحزبتين هذو نقدر نفهمهم أن نحتاجهم الآن. هنا لو كان جم تحققوا من إنتل إذا ثبتت ولا لا، توب إي فورت راح نشوفوا باللي ما تعرفش عليها، لأننا باش في الإصدار الأخير هذا الإنتل كل ما نجم ثبتوا أو نحتاجوا الكمبيلر لازم نشطوا المكتبة هذه. كيفاش نشطوها؟ راح نعود للموقع الرسمي، نأخذ الرابط اللي به نشطوا المكتبة Intel Fortran Compiler، نفس الشيء Intel Fortran Compiler. Get it now. كتابة ال HPC Toolkit Linux Offline. نزلوا الأسفل. هنا الخطوة الرابعة، نضغط على Get Started Git. ثم configure your system. نزلوا الأسفل هنا، نزلوا الأسفل، نحتاجوا نثبتوا البرنامج هذا. الخطوة الأولى هي أننا نعمل تحديث، خطوة ضرورية دائما قبل التثبيت، مفضلة ليست ضرورية. ثم نثبت الثانية، قم بالتحميل. خلاص انتهى. ننزل هنا في حالتنا ثبتناه في الاوبت باش نتحققوا، ممكن ندخلوا هذه الملف، ندخلوا هذا الملف ملف الاوبت كمبيوتر، ملف الاوبت، ملف الاوبت اين هو ملف الاوبت، نعم ملف الاوبت انتل. إذن الحالة تاعنا ثبت في الانتل. عندما تعطي صلاحية الروت
في البداية راح يثبته في هذا المكان، إلا إذا أنت غيرت له المكان. إذا هذا أمر لتنشيط المكتبة. الآن لو نقوم بـ e4 version راح يتعرف عليها آخر إصدار. لو نخرج من التيرمينال ونعود مرة أخرى ونجرب e4 ما يتعرفش عليها، لازم نعود نشر المكتبة باش يتعرف عليها. في الحالة هذه نقدر ندير خدعة بسيطة، نأخذ هذا الأمر الباش ار سي طبعا موجود في الهوم باش ار سي، إذا كان ماش ظاهر نضغط على كنترول اش باش يظهر لأنه يكون مختفي فقط. نفتح الباش ار سي، ننزل الأسفل، نضع رابط تنشيط المكتبة، ثم بعدها نضع كلير باش يمحي الكتابة اللي يجي بعد التنشيط، ثم نخرج نقوم بالحفظ. الآن كل ما نفتح التيرمينال وحده ينشط المكتبة. إذا جربنا الآن إيفورت مهم بي نلقوا البرنامج تثبت بنجاح. نعتذر على طول الفيديو، أعرف أن الفيديو طويل حوالي نصف ساعة، لكن بغيت نوريكم خطوات كاملة من الأول للنهاية. نتمنى يكون الشرح واضح. أي سؤال أي استفسار راح نخلي رابط في الوصف، راح نخلي إيميل، أيضا الروابط اللي استعملناها راح نخليها في الوصف إن شاء الله. في الحلقة القادمة إن شاء الله راح نشوف مع بعض طريقة تثبيت برنامج الفياندوكا، والحلقات اللي بعدها راح نشوف طريقة تثبيت برامج أخرى إن شاء الله مثل كال فاس كوانتم إسبريسو، أيضا طريقة استعمال. إلى هنا ننتهي من هذه الحلقة. السلام عليكم.